السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يمر فيه تيار كهربائي مستمر. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه تقرأ المسألة مرة اثنين ثلاثة، بتلخص لمعطيات ومطالب، وإذا احتاج الأمر ارسم الرسم بيوضح لك كتير اشياء. وضع سلك مستقيم طوله 2 متر يسري فيه هذا التيار على سطح طاولة افقي في مجال مغناطيسي افقي منتظم، ويصنع السلك زاوية 30 درجة مع خطوط المجال المغناطيسي. لذلك رسمت هاي خطوط المجال المغناطيسي، هاي التيار، هاي الزاوية بينهما. إذا كان مقدار القوة المؤثرة في السلك هذه القيمة، فما مقدار المجال المغناطيسي؟ إذن قرأت المسألة، لخصت المعطيات ومطالب، وضحت بالرسم، ما بياخد منك دقيقة، أقل من دقيقة. نستخدم هذه المعادلة، المجهول هو بي، منعوض بالقيم الموجودة، مندخل بالآلة الحاسبة، منقرب لثلاث أرقام معنوية، لأن عطاك القيم اللي عطاك إياها كلها ثلاث أرقام معنوية. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.